عرف نفسك يا حاج بني ادم. اه في ايدك كده في ايدك على طول عشان طيب. محمد عبد المعين من قرية تربيط مركز ابو كبير. ابو كبير انا لسه قابل برضه واحد من صاحبي. نعم كفر صقر. بالظبط كده يعني هي بين كفر صقر وابو كبير. واحنا هنا النهارده ان شاء الله يعني مشاركه الاخوان المسلمين بصفه مع كل الشعب في جمعه التطهير. ناويين على الاعتصام يعني ولا ايه؟ لا النهارده بس. النهارده بس يوم الجمعه لغايه الساعه 6 ان شاء الله. شايف الاولاد ممكن نتعرف على الاولاد؟ اتفضل. قول اسم فيها. اماني محمد عبد المعين. جاي النهارده مع بابا وماما؟ ماشي ربنا يعينك. طب هتدي لماما اتفضلي. حرم الاستاذ محمد عبد المعين. مطالبكم يا حاج انت شايف المطالب يا حاج؟ المطالب هي مطالب الشعب والثوره، وهي بعد ما تم اسقاط النظام فاحنا بنستكمل المسيره حتى تكون هناك دوله يعني ديمقراطيه إسلامية ذات يعني دولة مدنية بمرجعية إسلامية. أملنا في الله تبارك وتعالى كبير، الخير لكل مصر، للشعب المصري بكل فئاته، المسلم والمسيحي الكبير والصغير وكل الناس إن شاء الله رب العالمين. شكرا يا حاج. شكرا. العفو.